شكرا عبد الله وساندي، ويسعد الله صباحكم وحياكم الله في تغطية خاصة جديدة من قلب الحدث العالمي كوب 28 في دولة الإمارات، وبالتحديد في مدينة إكسبو في مدينة دبي. سنتعرف اليوم على حزمة من المشاريع النوعية الداعمة للعمل المناخي تستعرضها بلدية دبي ضمن مشاركتها في مؤتمر المناخ كوب 28، وتحمل منصتها جناح أكثر استدامة شعار الاستدامة المبتكرة في كافة الأرجاء، ويعزز الجناح مفهوم الاستدامة بشكل شامل، حيث تم تصميمه للمساهمة في أجندة الاستدامة للمؤتمر وإلهام التحول الواعي نحو الخيارات الصديقة للبيئة. وتسعى بلدية دبي عبر خطط طموحة لتنفيذ الأهداف الرامية إلى تقليل النفايات والبصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل والتحول الواعي نحو خيارات صديقة للبيئة، عبر خفض انبعاثات وسائل النقل ودعم الاقتصاد المحلي في خطوة تتوافق مع أهداف الاستدامة الطموحة لمؤتمر الأطراف كوب 28. وللمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو المهندس محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات لبلدية دبي. أسعد الله صباحك ويا هلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله ومشكورين على هاي الاستضافة الطيبة. طبعا من واجبنا أن نتعرف أكثر على طبعا كل الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية وكذلك الخاصة في مدينة دبي ودولة الإمارات ومنها بلدية دبي. في البداية حابين نتعرف برأيكم أنتم في بلدية دبي، ما مدى أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي كوب 28؟ بداية أختي، يمكن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي يعتبر فرصة لجميع دول العالم اليوم لمواجهة هذا التحدي، اليوم تحدي تغير المناخي اللي يواجه العالم ككل، وأيضا فرصة بشكل خاص لدولة الإمارات لإبراز جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها في ما يخص الجانب البيئي وجانب المشاريع اللي معنية بالمحافظة على البيئة والاستدامة. ويمكن اليوم الإمارات في عامل التسامح عامل الاستدامة معنية في عملية مشاريعها تكون مشاريع مستدامة ومشاريع تحافظ على البيئة. أيضا اليوم ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة فهو يعتبر فخر لنا كإماراتيين وفخر لنا كلنا اليوم في مدينة دبي على استضافة هذا الحدث الكبير اليوم والعالمي مثل ما ذكرت في هذه المدينة الطيبة. صحيح، طبعا أنتم في بلدية دبي ما شاء الله عليكم يعني موجودين ومشاركين وتعتبرون كذلك شريك استراتيجي لكوب 28. حابين نتعرف أكثر على جهودكم وكذلك أعمالكم وتعاونكم مع كوب 28 من خلال هذه الفترة المتواجدين فيها. بداية لابد أتكلم على دور مدينة دبي. دبي اليوم دائما تسعى للريادة في أي شيء تدخل فيه، والريادة تكون في مجال التنمية الاقتصادية وأيضا في مجال المحافظة على البيئة في نفس الوقت. اليوم نبغي نعزز الاقتصاد لكن دون أن نضر في البيئة ونحافظ على البيئة وتكون مشاريعنا بشكل كبير فيها استدامة وتواكب هذا التطور اللي يمشي في المدينة. بلدية دبي كونها اليوم شريك استراتيجي في المسار وشريك استراتيجي لهذا الحدث، أيضا ركزت بشكل كبير في عرض مشاريع اليوم معنية بهذا الموضوع، مشاريع معنية بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة والتوسع في المحميات الطبيعية الموجودة والإدارة المتكاملة اليوم لمنظومة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة لعملية النفايات في المدينة، وأيضا فيما يخص تخضير المدينة ونشر الرقعة الخضراء على مستوى المدينة اللي بشكل كبير راح تساهم في تخفيض البصمة الكربونية على مدينة دبي. نعم. وأيضا أختي لو تسمحي لي، نحن أيضا في بلدية دبي اليوم في منصتنا راح نطلق حزمة من المشاريع والاستراتيجيات المعنية في إدارة النفايات، وسيتم أيضا عقد ورش عمل كثيرة معنية في عملية نشر الثقافة الحفاظ على البيئة، وأيضا راح نتكلم على موضوع التغير المناخي اليوم وأبرز التحديات اللي تواجه المدن في هذا المجال، وأيضا راح يكون في توقيع اتفاقيات ما بين بلدية دبي وما بين منظمات عالمية وما بين جهات وشركاء استراتيجيين في هذا المجال، وفيما يخص موضوع تحويل الغازات اللي موجودة اليوم في مكبات النفايات وفي محطات الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة إن شاء الله. جميل. طبعا في بلدية دبي العديد من المؤسسات
منها مؤسسة النفايات والصرف الصحي. نحن حابين نتعرف كذلك على دور هذه المؤسسة في كوب 28. بداية لابد نعلن أن اليوم ولله الحمد حصلت مدينة دبي على المركز الأول في مؤشر نظافة المدن، وهذا إنجاز كبير اليوم للمدينة ولبلدية دبي خاصة. وطبعا هذا يعكس رؤية اليوم مدينة دبي وخطط الاستراتيجية الموجودة في البلدية للوصول لأعلى المراكز العالمية في مجال النفايات والصرف الصحي. اليوم في بلدية دبي نحن معنيين في عملية الإدارة المتكاملة للنفايات بما يشمل تقليل إنتاج النفايات في المدينة وإعادة فرز هذه النفايات وتحويلها إلى مصادر وموارد قابلة لإعادة الاستخدام. أيضا معنيين في عملية التخطيط السليم لمنظومة الصرف الصحي وإعادة الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية الموجودة سواء كانت كمياه وإعادة استخدام هذه المياه مرة ثانية في المدينة. دبي وصلت اليوم إلى 90% إعادة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وهذه نسبة تعتبر نسبة كبيرة جدا على مستوى دول العالم. نطمح أيضا للوصول لأرقام أكبر من هذه الأرقام إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كما أيضا أن في المؤسسة اليوم نركز على موضوع تحويل النفايات عن مسار الطمر، ونسعى خلال 15 سنة القادمة للوصول إلى صفر نفايات توصل لمكبات النفايات. هذه المؤشرات راح تساعدنا بشكل كبير طبعا في موضوع الحفاظ على البيئة وأيضا تخفيض البصمة الكربونية في المدينة. بالإضافة أختي يمكن نحن نعرض اليوم أبرز مشاريعنا في هذا المجال. يمكن أبرز المشاريع هو مشروع الأنفاق الصرف الصحي العميقة. هذا المشروع راح يساهم بشكل كبير في تخفيض التكاليف التشغيلية وتخفيض البصمة الكربونية في المدينة وإلغاء عدد كبير من محطات الصرف الصحي اللي موجودة في المدينة وتستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية وتحويلها بنظام متكامل يعزز هذه المفاهيم بشكل كبير. أيضا تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة. هذا المشروع يعد المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيعالج هذا المشروع ما يقارب 5666 طن من النفايات يوميا ويحولها إلى طاقة بمقدار 200 ميجا وات في الساعة. كل هذه المشاريع مثل ما ذكرت لك هي مشاريع اليوم هدفها أنها تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانة دبي خاصة في منظومة الحفاظ على البيئة وتخفيض البصمة الكربونية على المدينة. نعم أستاذ محمد، وأنت ترمس تتكلم عن هالأرقام والإنجازات أحس بسعادة كبيرة فعلا. أحس أن نحن متفوقين جدا وواصلين لمراحل متقدمة جدا في موضوع النظافة والاستدامة وإعادة تدوير النفايات وكل هذه المشاريع الكبيرة التي تقومون بها في بلدية دبي. هل كوب 28 أضاف لكم؟ طبعا أختي، يمكن المؤتمر الأطراف وضعنا اليوم أمام تحدي أن كل دول العالم اليوم راح تكون موجودة في مدينة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظر لدبي، ومتعودين العالم علينا كدولة سباقة ورائدة في هذه في كل المجالات، ومجال البيئة واحد من هاي المجالات. فبالتالي هذا كان تحدي بالنسبة لنا خذناه، ومثل ما يقولون يعني حاولنا أن نحن دائما أن نحن نكون رقم واحد في أي مجال ندخله في هذه المدينة. وانتو قدها ما شاء الله عليكم، أكبر دليل على ذلك الأرقام اللي تحدثت عنها والإنجازات اللي وصلتوا لها. بالنسبة للتكنولوجيا في مجال مؤسساتكم والخاص بالنفايات، هل تستخدمونها؟ هل متطورين نحن في هذا المجال بحيث أن نتفوق ونصل إلى الأرقام والأهداف المرجوة؟ طبعا أختي مثل ما ذكرت لك اليوم في مشاريع كبيرة قاعدة تحصل، وتم إدخال موضوع الذكاء الاصطناعي في هذه المشاريع. يمكن على سبيل المثال تم إدخال عملية ذكاء اصطناعي في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي. هذه الأنظمة ساعدت بشكل كبير في موضوع تخفيض تكاليف المعالجة ورفع جودة مياه الصرف المياه المعالجة اللي تنتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث أن نحن نقدر نعيد استخدام هذه المياه اليوم بدون ما نأثر على البيئة وبدون ما نأثر على المياه الجوفية الموجودة في المدينة. زايد أيضا تم إدخال
مفاهيم كثيرة في بلدية دبي، يمكن مو في مؤسستنا لكن في مؤسسات أخرى، منها الطباعة ثلاثية الأبعاد مثل ما تعرفون، مبنى البلدية أو منصة البلدية الموجودة في كوب 28 بالكامل هي تم بنائها من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. فبالتالي نعم، اليوم التكنولوجيا لها دور كبير في وصولنا لما وصلنا إليه في الفترة الحالية. نعم، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ودائما من إنجاز إلى آخر في بلدية دبي. الكل يستشعر يعني الأعمال اللي تقومون بها في أرجاء وشوارع ومناطق مدينة دبي. كل التوفيق لكم دائما، وشكرا لك على وجودك معنا اليوم السيد محمد الرئيس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي. شكرا لك على وجودك معنا.